أعلنت وسائل إعلام تركية إصابة 8 من عناصر الأمن جراء سقوط صاروخ على إقليم كيلس التركي المتاخم للحدود مع سوريا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد توعدت في وقت سابق بالرد على الضربات الجوية التي شنتها تركيا على مواقعها. في سياق متصل، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش الوطني الموالي للتركية وقوات سوريا الديمقراطية في محاور ريف عزاز بريف حلب الشمالي. وتوعدت قوات سوريا الديمقراطية بالرد على سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية التركية ضمن عملية المخلب السيف في رد على تفجير اسطنبول الذي استهدف شارع الاستقلال. وشددت قصد على أن الهجمات التي شنتها القوات التركية لن تمر دون رد. من أنقرة أرحب بمراسل العربي أحمد غنام. أهلا بك أحمد. إذن قوات سوريا الديمقراطية تتوعد بالرد، في الأثناء هنالك صاروخ يعني أصاب عدد من الجنود الأتراك، هل تبين مصدر الصاروخ خاصة وأن قصد توعدت بالرد؟ نعم حسام، بالفعل هذا القذيفة الصاروخية التي أصابت معبر أونجو بينار في محافظة كيلس مع مدينة عزاز السورية كان مصدره قوات سوريا الديمقراطية، وتحدثت وزارة الدفاع بأنه أصيب جندي وأصيب أيضا عنصرين من قسم الشرطة، لكن بعض وسائل الإعلام أو بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن إصابة 8 عناصر من الشرطة، القوات الخاصة من الشرطة، بانتظار التأكيد من وزارة الدفاع أو من وزارة الداخلية حول عدد الإصابات. في المقابل أن وزارة الدفاع التركية كانت قد أعلنت يوم أمس أو ليلة أمس بدء عملية جوية على مواقع لحزب عمال الكردستاني ودروعه السورية، حزب وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وبدأت القصف ابتداء من الغرب من مدينة رفعت، هذه المدينة الاستراتيجية التي كانت تسعى دائما تركيا للسيطرة على تلك المنطقة، وذلك لإبعاد خطر القصف الصاروخي وخطر القصف الذي يقوم به قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي على المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري. إذا هذه العملية الجوية بدأت من مدينة أو منطقة رفعت إلى عين العرب كوباني، ومن ثم إلى الحسكة الدرباسية والمالكية، ومن ثم إلى شمال العراق. هذا المنطقة الجغرافية الطويلة هذه التي بدأت القصف عليها من القوات التركية بالمقاتلات التركية وكذلك المسيرات التركية، ربما تعطي بعدا مفتوحا زمنيا لهذه العملية، سيما أننا كنا قد شاهدنا في السابق عمليات جوية تركية كانت طويلة الأمد وغير مقتصرة على زمن أو منطقة معينة، تستهدف فقط أماكن ومعسكرات وأماكن تدريب قوات سوريا الديمقراطية وحزب عمال الكردستاني. فبالتالي حتى هذه اللحظة لا يوجد حسام أي تصريح يشي بأن هناك عمليات برية على الأرض ستنفذها تركيا في خلال الأيام القادمة، وأيضا في المقابل عفوا لا يوجد أي تصريحات تتحدث عن وجود عمليات مقتصرة فقط على على زمن معين خلال الأيام القادمة. شكرا لك أحمد غنام مراسل العربي من اسطنبول.